مرموم. البداية لانطلاقاتنا موفقة تماما كما نشاهد هذه الشعارات المختلفة التي تزين هجني أصحاب السمو الشيوخ. المركز الأول تتقدم تبوك، تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المضمر عبد الله بن ثعيلب الهاجري، يتصدر المشهد الأول لانطلاقة هذا الشوط. المركز الثاني وصلت الآن الظبي، تعود ملك أو ضي تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها كاسب بن سالم المسافري. والمركز الثالث، المركز الثالث هناك وصول من قبل حيلة، حيلة حيلة قادمة حيلة، ولكن انضمام للشاهينية أو من حاشة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. هناك تقدمت حيلة لتعود ملكيتها مشاهد الأعزاء لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم المضمر الشاعر حميد بن بدر العليلي. بينما المركز الخامس الشاهينية تصل في هذا الموقع لهجن العاصفة، يضمرها غياث الهلالي. المركز السادس انتقل مباشرة إلى تواجد حربة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المضمر عبيد بن محمد بن ضبيعة. المركز الثامن هذه اللي وصلت الآن وتقدمت الضبية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يقودها المضمر الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. تاسع المراكز وصول من قبل فتوى لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المضمر مطر بن محمد بن ضبيعة يضمر فدوى من تحت المركز التاسع. والمركز العاشر هنا ياتي شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على ظهر وشوشه، يضمرها سعيد بن عبيد بن مروشد. ها هي النتيجه للمراكز المتقدمه، للمراكز الذي سارت وصالت في تقدم هذا الشوط، ولكن العنوان يبقى في المقدمه لدى تبوك من تحتل المركز الاول، لدى تبوك من تسير لتسيطر على صداره الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عبد الله بن ثعيلب الهاجري، هو المسيطر والمتقدم في ناموس هذا الشوط، حيث يتقدم إلى الصدارة من حاشة تحتل المركز الثاني لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم والمضمر خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. الله، هناك حيلة، حيلة لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم، ولكن الشاهينية غيرت إلى المركز الثالث، تعود الملكيه لهجن العاصفه، يضمرها غياث الهلالي. المركز الرابع حيله لسمو الشيخ احمد بن مكتوم المكتوم، المضمر حميد بن بدر العليلي. المركز الخامس قادمه فدوى لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها مطر بن محمد بالضبيع. هذه الخمس اللي راحت، الخمس اللي تقدمت مشاهدينا الكرام، ولكن عوده الى الصداره، عودة إلى تبوك. 1200 على خط النهاية، ولا زالت تبوك من بداية التحدي، من بداية الانطلاقة وهي مسيطرة في هذا التصدر الجميل بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. يا سلام يا بنت حيلب عبد الله بن ثعيلب الهاجري، يقدم تبوك. الشاهينية قادمة لهجن العاصفة، تحتل المركز الثاني بقيادة غياث الهلالي. المركز الثالث من حاشة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، ولكن الله، تبوك لا زالت مسيطرة. الشاهينية تطالب بالمركز الأول، حقوق مشروعة للجميع بانتزاع المركز الأول، لكن الشاهينية بدأت الآن تسير إلى مقدمة الشوط، تسير إلى الصدارة، إلى المقدمة. ما شاء الله، انتزعت المركز الأول على حساب تبوك في مقدمة الشوط. الضبية قادمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، واصله في المركز الثاني بقياده احمد بن سلطان بن رشيد السويدي. يا سلام، الخطير وغياث، غياث والخطير، ولكن
بدون غياث مسيطر مع وجود هذه الشاهينية. الشاهينية الضبية تحاول، الضبية تحاول، والشاهينية مسيطرة، الشاهينية مسيطرة. يا سلام، هذه مشاهدين الأعزاء الشاهينية الهجنة العاصفة، الشاهينية الهجنة العاصفة. الضبية اسمه شيخ حمدان بالرايد المكتوم ثانيا، لكن الشاهينية الهجنة العاصفة تقفل على ناموس هذا الشوط العاشر في صباح هذا اليوم في تمهيد المرموم. تهانينا والناموس الهجن العاصفة على الفوز والناموس والانتصار. المركز الثاني الضبية لسمو الشيخ حمدان برايد المكتوم تبوك، المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان برايد المكتوم، رابعا الشاهينية هجن العاصفة، المركز الخامس من حاشر اسمه الشيخ سعيد بن حمدان بالراشد المكتوم. هكذا كانت النتيجة في انطلاقة هذا الشوط في تصدر مشهد من مشاهد السباق لهذا اليوم، شوطنا العاشر والتوقيت الزمني أمامكم مشاهدين الأعزاء بست دقائق لحظات الوصول إلى خط النهاية و11 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا للعاصفة وهجنها وإلى المضمر غياث الهلالي على الفوز والناموس والانتصار. بينما المركز الثاني مشاهدي الأعزاء الضبية بست دقائق 13 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم وللمضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، حيث كذلك فاز في انطلاقات هذا الصباح مع الضبي بالشوط الأول الرئيسي للمهجنات الأصايل. تبوك حلة المركز الثالث بست دقائق 17 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم وللمضمر عبد الله بن ثعيلب الهاجري.